بداية أخبارنا المحلية هتبقى من نادي الأهلي، في اتجاه قوي جوه القلعة الحمراء في الفترة الحالية لتمديد عقد علي معلول ظهير أيسر الفريق بحيث يكون حتى ينتهي 2025، وده مجرد مقترح بيتم نقاشه مع المسؤولين، وده طبعا بسبب رغبة النادي والجهاز الفني في الاحتفاظ بخدمات اللاعب المميز بخبرته الكبيرة ودوره المؤثر على فترات طويلة بقالها دلوقتي 7 سنين عاشهم مع النادي الاهلي. طبعا علي معلول كان انتقل للنادي الاهلي في 2016، ومن وقتها وهو الظهير الاساسي للنادي الاهلي وواحد من اهم الاعمده الفنيه اللي بتعول عليها كل تشكيلات النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت. كل المدربين اللي يجوا ويمشوا كلهم بيقتنعوا بيه وهو بيقدر يثبت نفسه بجدارته، وده طبعا راجع لخبرته المهنيه ولاعب كبير جدا ودولي. أكرم توفيق لاعب الأهلي هيبدأ فترة الإعداد مع الفريق بشكل طبيعي بعد عودة اللاعب من الأجازة يوم 24 أغسطس الجاري، وده بعد تعافيه التام من الإصابة بالقطع في الرباط الصليبي للركبة. طبعا أكرم عمل عملية جراحية وانتهى بفضل الله تعالى من البرنامج التأهيلي الخاص به. أكرم بقاله 6 شهور غايب عن كرة القدم بسبب الصليب، ولكن الجهاز الفني والطبي أكد جاهزيته بشكل طبيعي للعودة والاستعداد للموسم الجديد. الأهلي بشكل نهائي استقر على رحيل عمار حمدي وعدم عودته من جديد لصفوف الفريق، وده بناء على ترحيب كولر من وجهة نظره شايف حاليا ان اللاعب ملوش مكان في القائمة. عمار حمدي طبعا بيمتلك مهارات كبيرة جدا، لكن عنده اكتر من عرض وبيفاضل بين عرضين المقاولين او سيراميكا كليوباترا عشان يحدد وجهته المقبلة خلال ايام. يجري إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد التأهيلات الخاصة به في الفترة الحالية للتعافي من إصابته من التمزق في العضلة الخلفية استعدادا لخوض فترة الاستعداد الموسم المقبل مع بقية الفريق، ويخوض إمام عاشور فترة التأهيل حاليا رفقة محمود حمدي أخصائي التأهيل في النادي الأهلي حيث يشرف على برنامجه بشكل خاص. وبكده تكون خلصت.